السلام عليكم أحبتي طلبة قسم التقنيات المختبرية الدراسة المسائية. اليوم موضوعنا، طبعا كل عام وانتم بألف خير. اليوم موضوعنا اللي هي البالانس، الميزان الإلكتروني. هذا هو الميزان الإلكتروني، يستخدم القياسات جدا دقيقة. وشوفوا شنو يحيط بيه وبيه عدة مميزات، هسه راح نشرحها بالمحاضرة، أكيد محاضرة مختصرة. زين، نسميه احنا الاناليتيكال بالانس، هذا التحليلي، الميزان التحليلي. كمقدمة بس، وجوز هاي المقدمة أحذف هواي منها. الإلكترونيك بالانس هاب جيند بوبولاريتي إن ذا مودرن وورلد، أكثر شعبية صار الميزان الإلكتروني من الميزان الميكانيكي. إن كومبارشن، بالمقارنة، الميكانيكي إذا أريد نقارنهن، الإلكتروني هاف جوت سيرتن أدفانتج، بعدة فوائد. شنو هني؟ هاي مرة جبت العدد شنو فوائد الإلكتروني. أول شيء نو بولج ميكانيكال جيتر، ما بي شغلات ميكانيكية مثل الأوزان وغيرها. ثاني شيء هو مرغوب ريالبل أند أكيورت، الدقيق والدورابل، يعني مرغوب هسه حاليا. زين، وأكيورت دقيق، أكثر دقة من لكن الميكانيكي اللي هو بي الأوزان. بالإضافة الإلكتروني بميزات جديدة، أديشنال فانكشن، وظائف جديدة. مثل إيش؟ واحدة أهم الوظائف اسمها تيرينج فانكشن، وظيفة التجاهل. هاي هسه راح أشرحها، يعني من أجيب إناء وخليه تسوي اكو زر اضغط عليه يتجاهل لي وزن الاناء، يعني شو اخلي وراه من ماده، ما يحسب لي وزن الاناء، يحسب لي بس الماده. زين، هذا اني ما بعد بسايد. بالاضافه الى ذلك شنو الادفانتج اللي بيه؟ بالاضافه الى اللي منشند اللي ذكرتها، هاي مهمه هنا، هيومن فاكتور، العوامل التي نتيجه تدخل الانسان. doesn't play does not play a such important role and the risk of measuring error زين is minimized، يعني نسبة الخطأ والأخطار مالت القياس كلها تقل الناتج عن الإنسان. ليش؟ بالميكانيكي باليد تقدر تستخدمه باليد، وحصير زيادة بالمحلول الكيميائي وغيره، وبالتالي حسب بنسبة خطر. هذا إلكتروني مباشرة يعطيك القياس exactly بالضبط. The balance can be adapted، يمكن أن يتكيف مع الظروف الخارجية مثل ما هسه راح أشرح. زين، بعد شنو واحدة من الميزات؟ The possibility، possible يعني القدرة على قياس different units، وحدات مختلفة، هذا الوحدات معددهن. بعد واحدة من أهم الفوائد شبي moreover، بالإضافة إلى ذلك The bright LED display، بشاشة LED تطينا easy reading، حتى تطينا القراءة بالضبط مكان ما الميكانيكي. كل هذني الفوائد مال الإلكتروني على الميكانيكي. الإلكتروني هذا رأيتكم صورته البداية. شوفوا الميزان التحليلي أو يسمونه lab balance، يعني تستخدمونه أنتم كقسم تحليلات. As a class of balance، طبعا هو نوع من البالانس. Designed to measure، يعني صممه لقياس small masses، الكميات الصغيرة، نسب مليغرام. زين، the measuring pan، شنو هي البان؟ بي هاي وليس بي، البان هاياها هاياها، هاي الدويرة بالنص اسمها بان، وهاي منها بوابة ومنها بوابة. زين، البان of analytical balance، باللي بالميزان شبيه is، هي inside the transparent enclosure، محيط شفاف مثل القفص الشفاف. With doors، بأبواب. زين، هنا تعليل، مرة جبت ليش بأبواب؟ خوب أخليه هيك بالانس بدون مثل هذا مالت الأكل، يجوز يعرفون البنات اللي يستخدم الأكل بدون هذا القفص. هذا ليش بقفص شفاف؟ هذا القفص الشفاف قصد بيها الزجاجي. زين، so that dust، الغبار does not collect، حتى ما يتجمع الغبار. قلت أنا هذا ميزان دقيق، وما يتجمع عليه الغبار راح ينحسب وزن. As so any air، بعد any air current، أي تيار هوائي in the room does not affect. هذا أنا شارح للطلاب، هذا صورته هسه بنفتح حاجة، ويجي أي طالب ينفخ أو يتحرك، يعني على ما قد هو دقيق راح تتحرك الوزن، بس ما تنفخ هواء راح يتحرك الوزن، ما تنفخ هو كلش دقيق. لذا كان بخليه هذا السبب، هو أنا نخليه بهذا الحوض الزجاجي، سببين، حتى ما يتجمع عليه الغبار وحتى ما يتأثر بالهواء. وهسه حراويكم تجربة مسويها. This enclosure، هذا القفص الشفاف أو شتى تسميه، محيط الشفاف، is often
called مرة جبت فراغ نسميه a draft shield. Shield يعني واقي أو شيء دائما دائما. زين. The fair هنا كلش مهم هذا إني كتعاليل. The first consideration أهم اعتبار of selecting a workspace مكان العمل. أهم شيء بالاعتبار تأخذ بنظر الاعتبار هو is selecting workspace وين أنا راح أشتغل بالميزان مو وين ما كان. The balance needs to be on a steady surface على سطح steady كلش يعني عدل such as marble counter counter هذا المرمر وغيرهن أو lab workbench تخليه على البنج باللابرت بالمختبر زين ليش in order to minimize خاف أجيب تعليل ليش steady to minimize the vibration ليش أخلي على سطح عدل حتى أقلل اهتزازات مو أخلي على رحلة تتحرك وبالتالي كل اهتزاز هو حساسة حتى قراءة خاطئة زين هاي واحدة بعد نقطة the balance should not be used near doorway مو أنا أجيبه وخلي قريب على الباب يعني أفتح ال هذا الزجاجي مالته غرض ضيف المواد شلون اشمر المواد من فوق من افتحه وانت بخليه قريب على الباب فاكيد اكو تيار هوائي بعيد عن الباب او اير ايفنت تيار ليش because it's sensitive هو حساس ما فيه الكفايه to affected لكي يتاثر بواسطه التيار كورنت التيارات الهوائيه هاي نقطتين خاف اقول لك ليش خليه بعيد عن الباب تقول يا ابني هو كلش حساس يتاثر التعليل بعد check to see if the balance is level شنو هاي البالانس هذا هسه راح اشرحها بالفيديو بمثل الفقاعة موجودة فقاعة مثل شلون الزئبق لازم يكونوا يعني هاي الرجلين البي واقفوا بصورة صحيحة اذا مو بصورة صحيحة شو بتسوي adjust نظم the feet unit until العفو مو unit until the air bubbles is inside the black ring اكو بيه حلقة سوداء لازم هاي البوبلز اللي هي الفقاعة تصير بالضبط هاي إذا صارت بالضبط داخل الحلقة السوداء هسه راح اشرحها في فيديو طبعا نشوف مبدأ العمل شلون يشتغل مودرن الكترونيك ليبرتوري بالانس اقول لك هذا الحديثات الموازين او الميزان work in the principle of magnetic force restoration يعني القوة المغناطيسية الدافعة in this system خلينا نشوف شنو هي في هذا النظام the force exerted by the object being weighted القوة المسلطة بواسطة الشيء المراد أخذ الوزن إليه is lifted ترفع للأعلى بواسطة electromagnetic زين مغناطيس يرفع خليت أنت مثل شيء مثل أي شيء وزنه 1 غرام خليت الميزان القوة المغناطيسة ترفع للأعلى شو عندي حساس ديتكتر measure the current required to opposite the download motion يقيس ان هاي القوة اللي هي والمعاكسة opposite to downward motion الحركة للأسفل of the weighted زين للوزن in the magnetic field فهذا الديتكتر من يقيس الحركة للأسفل راح يطيني بالضبط يقول ايش قد ضغط هذا ضغط بمقدار جرام اذا هو وزنه جرام زين عندنا نقاط مهمة prepare the balance for use شلون هي اعداد البالانس لليوزر make sure the weight pan is free of particle اهم شيء عندي البان هاي ما بيها اي بارتيكل ما بيها اي وساخ العفو او اي ذرات زين if the balance pan اذا هاي البان دائريه has particle بيها شفت مثل الذره ضال عليه سابقا on it take the balance brush اخذ الفرشه and gently شويه برقه clean off the pan and the inside of the balance مو بس البان يعني هاي كلها تنظفها داير ما داير اكو فرشة خاصة بي تمسحها مسح gently برقة مو شي بعدك زين by pushing the particle into the pieces زين هنا نقطة مهمة عندنا you don't know the you انت don't know the composition of the particle انا ما اعرف هاي المادة بيضاء صفراء شنو هي هاي المادة اللي هي موجودة داخل هي غالبا مادة كيميائية so جبت مرة تعليل قلت لهم العامل بمختبر always دائما use extreme caution لازم يكون حذر جدا عندما يقوم بتنظيف ليش لان انت ما تعرفهن and assume it's toxic
لو لازم انت بكل الاحوال تقول ترى هاي ماده سميه حتى انت تاخذ الاحتياط. زين، بعد نظفتها turn on the balance by pushing on off، شغل البالانس بواسطة الضغط على هاي بوتون يعني الزر الموجود، and with door closed، واغلق البيبان. زين، push on، اضغط on button down again to tear، نضغط على الوزن مرة ثانية، مو الوزن، على الزر التشغيل مرة ثانية، tear حتى اتجاهل البالانس حتى يصير زيرو، make sure the weight display is zero. هذا شغلة لازم تتأكد قبل لا تبدأ تخلي وزن إنه الشاشة تقرأ زيرو. ثانيا measuring the mass، هسه راح أقيس، نظفته وخلصت. زين، place the weighted vessel، ضع الوعاء اللي تيت وزنه، أو خلوا بالكم هنا weighted boat، هذا وعاء كبير هذا، أو weighting paper، هاي الورقة نستخدمها لأوزان قليلة جدا، هسه حرايكم فيديو، وهذا الاثنين هي الفيزل والبوت الأوزان الأكثر مثل 12 وغيرهم. زين، طبعا هو الوزن معين وراها ما يصير تخلي عليه أوزان ثقيلة. زين، on the balance band وبعد and close the door، هسه سهلة، جيب الوزن إذا شوية تخليه على البيبر وتخليه وسد عليه الباب. زين، if using، هسه أنا بس خليت الورقة لو خليت الوعاء لابدة ما حطيت بالمادة، if using weighting paper، إذا تستخدم الورقة لازم تسوي fold the paper in the half، لازم تثني الورقة من النص and then half وتثنيها مرة ثانية طبقة ثانية، هسه راح أذكرها بالفيديو again to make a boat، تسوي مثل البوت مثل الزورق مثل الماعون. زين، خليتها وسديتها، إيش قد طلع الوزن الوعاء؟ طلع وزنه كذا سين، أكو دقمة اسمها tear، تجاهل، tear the balance so the display is zero، لازم تضغط على هالدقمة حتى يطلع الوزن عندك زيرو. يعني شنو؟ وين الصورة؟ هاي الصورة، هاي تي تير، دوسها حتى لو الوعاء موجود هنا ما يقرأ لك وزنه، يتجاهل وزن الوعاء. زين، خلصت، use spatula، استخدم يعني مثل الملعقة أو sampling tool. زين، وانقل السبستانس، المادة being measured، المراد قياسها، in the balance band، أنا close the door، حطيت المادة وغلقت الباب. زين، وراها شنو بعد؟ أنا بس تسجل، عندك ورقة يمك تسجل إيش قد قرأ، وزنها 1 غرام، تقول يا أبو وزنها 1 غرام. خوش، أخيرا clean up properly، التنظيفات، make sure that you leave the pan and inside the balance، من تخلص كون أنت متأكد بأن تترك البان، هاي دائرية بالنص والإنسايد وكل شيء داخل البلانس فري، يعني خالي من العفو الأوسخ أو أي شيء. شلون؟ approach to clean the describe، كما وصفنا بالأعلى، approach بالفرشة، بعد close the door، مو تخلي الباب مفتوح، بعد zero the balance، صفر البلانس. زين، خلنا رأيكم شلون على السرعة، راح رأيكم شلون طريقة العمل مالته antical balance. شوفوا طبعا هذا انتكل، هذا هو التحليل يسموه، طبعا هذا نوعيته تختلف. زين، شوفوا هاي التير، شفتوها، وهذا كلش حساس، حتى لو هاي الكليبس اللي هي 1 غرام خليها كلش حساس لها. شوفوا اعلمكم شلون تسوون وزن، هاي التير هنا موجوده عندكم. زين، اللي هي تصفير، تخلي مثل ماعون، يقول لك هذا ما يتحمل الاوزان، اكثر شيء هذا الوزن 305 غرام، مو تجي انت تجيب وزن أكثر من 300-400 وتخليها، لازم تخليه على سطح هذا مثل المرمر أو سطح هيفي. زين، مساحة جيت لكم على الفقاعة، خلينا على سطح، خلنا لكم الفقاعة، وتوخر عن الباب، بعيد عن الباب، ليش؟ لأن يتأثر بالتيارات الهوائية، مثل هسه مراوكم أكون مكيف فوق ما يصير، شوف شلون تأثر، قرى 7 وهو فارغ، ما بي. هاي البابلز، خلنا شوفوا، خلنا نوقفها، هاي الفقاعة لازم تصير داخل هاي الدوائر السوداء. الحلقة كاتب لكم بلاك رينج، من جوه تحرك بالأقدام مالته، لأن احتمال شنو انت مخليه مكان صحيح وعلى مرمر وعلى هاي، بس الميز مو عدل، اللي انت مخلي عليه البنج، اللي مخلي عليه البالانس العفو. شوف هالصفرة هسه وراها راح يشغل البالانس هنا، عد هذا النوع يقول لك لازم تتركه فترة حتى مثل الحرارة يعني بي. شوف هسه راح نسوي example،
عنده هذا الصوديوم بايكربونات صوديوم، يريد منهن واحد ملاحظة راحت يد 5 غرام، ليش ذان 5 غرامات؟ إذا هذا الوزن قليل شو استخدم برأيكم؟ استخدم الطاسة هاي اللي قلت لكم عليها، لو استخدم البيبر، استخدم البيبر هاي البيبر، شوف ايش راح يستخدم وشلون اسويها طيتين مرتين. جابها هاي، شوف شلون ثناها، هذا بيبر طعم مو بلاستيك، ثناها بهاي الجهة وتثنيها بهاي الجهة الثانية، هاي للأوزان القليلة، أكرر تفتح البابين وخليتها. هسه الميزان قرأ الوزن، هذا وزنها، ايش راح تدوس؟ تجاهل، صفرتها حتى ما يعطيني وزن الوزن، افتحها مره ثانيه هسه اخلي الوزن المطلوب زين، اشيك لحد ما اوصل الوزن اللي اريده، بعده يريد وزن اعلى انا ما اعتقد، هاي زوداها يريد 1.5 هو اعتقد ايه جرام زين، طلع عنده 1.5 وشويه، وهذا عادي كلش عادي زين، سجلها زين. اذا عندي ماده هوايه اكثر، هاي شوف تستخدم هذا، هذا نسميه waiting boat، مثل القارب احنا نسميه، ايش قد يريد 12 راح يشوف شلون راح يسم. نفس الشيء اول ما نوضع داخل البالانس ونسد البالانس، شو نسوي هسه؟ نصفر البالانس بالتير، صفرته حتى وزن الوعاء انتهى، وراها بنفس الطريقه زين. اكو نقطة مهمة دائما انا كنت بتحنق مع عملي من اخلص، طبعا هسه من يحصل على الوزن اللي يريده، اكو نقطة مهمة دائما انا شو اسوي؟ اطالب هذا الوعاء وانطي مادة، اي مادة حتى لو طحينة، اقول له وزنها حتى لا يطالب، لين خاف يطالب اعطي مادة كيميائية وشوف من خلص راح يسوي، خلص شوفوا عملية التنظيف. طبعا انا ما انصح ترفعون هاي الا اكو شخص مختص، بس شوفوا طريقة التنظيف شلون، طلعان هنا خلاهن سوى عملية التنظيف، هاي البروش، هاي اللي أقول هاي الفرشة زين. تمنيات لكم بالتوفيق، وأي سؤال عندكم غير واضح تقولون سألون بالتعليقات، سواء على القناة على اليوتيوب أو على الكلاس روم. شكرا.